ما شاء الله تبارك الله على هذه المعينة القادمة من الشمال باتجاه محافظة بيش. اليوم 5 أغسطس، 7 من شهر محرم 1444. نسأل الله أن يجعل فيها الخير والبركة للبلاد والعباد. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، اللهم لك الحمد ولك الشكر. مطل الآن يهطل على محافظة بيش. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيرته.